القضية بتقابل العالم كله وبتدمر الأمم وبتدمر المستقبل هو الإرهاب. هناك بكل أسف دول تورطت في دعم وتمويل المنظمات الإرهابية. محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. مش عايز اقول الدول اللي خاضت معارك ضد الإرهاب في أفغانستان، العراق، في حتت كتير من العالم كانت بتمشي وتسيب الإرهاب، لكن في مصر احنا مش هنسيب. لا احنا مش هنسيب سينا لحد، يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت. انتبهوا لما يحاك لنا، مصر بتخوض حرب وجود. لو لجأ للعنف او لجأ للإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب. يوم الجمعة الجاي لابد من نزول كل المصريين، ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. عمر الشعب المصري أبدا ما هيفزع طول ما احنا موجودين بنحميه وبنحفظه بفضل الله سبحانه وتعالى.